يا تسحيب الحصان نفسه وراك مهر صغير اول مره ينقاد او مهر كبير او حصان كبير مثلا بري طلق ما قد ينقاد اول مره تقاوده متوقع ان اول مره تركب عليه ما قد يحاول ينطلق يمين يسار يحاول يفز يحاول يجري اذا رديته سواء رد صحيح في الطريقه هذه او رد صحيح طرق ركوب صحيحه اخرى او حتى رد خاطئ بالعسر مع الوقت بيجرب يسحب نفسه وراك بمعنى انه لما تمشي تبغى يمشي مسار معك وانت معطي ظهرك يعني وماشي هو جنبك تلقاه يمشي ومسحب نفسه تسحيب زايد يعني بينك وبينه خلينا نقول نص متر او متر او حتى مترين وهو يمشي ببطء زاد عن اللزوم. هل هي حرنه او شيء طبيعي؟ اولا مدى اتصالك به له علاقه بالموضوع حتى تركب صح، يعني لما تقاود حصان سكينه مكان مفتوح يجي يسحب نفسه وراك مو بزي لما تقاود برشمه حبل على الرشمه او حبل على الخشم او الفم، لان زي ما ذكرت سابقا لما صار يحرن الحبل على الخشم او الفم افضل، لان الحصان لما يسحب عكسك او يحرن عكسك او يخفف عكسك يسحب نفسه الضغط يستمر في مكان انت تبغاه، الضغط ما زال عند الخشم، الضغط ما زال عند الفم الى اخره. لكن لما تكون قاعد تقاود بسكيمه والحصان قاعد يسحب ورا وانت قاعد تسحب قدام السكيمه تنقلب. ضغطك امام ضغط الحصان ورا فالضغط يصبح فقط اعلى راس الحصان ورا الاذن. بينما مكان السكيمه نفسه الضغط مو عند المكان اللي تبغاه. انت تبغاه يكون عند الفك ما جاء عند الفك، انت تبغاه يكون عند الحنك او الشد في السنافل ما جاء عند الشد. اذا ما هو في المكان اللي تبغاه فيكون تطوره معك ابطا. بينما لو كنت قاوده بحبل على الخشم او الفم او حتى رشمه مباشره بيكون احسن انك تكون معه. هذا رقم واحد ومهم. رقم اثنين، الحارون هو حصان يرفض الحركه ويستمر في رفضها. يعني مو ماشي وموزون الدقري والزين وتلف زين ووضعه مضبوط، اللهم لما تمشي قدام يسحب نفسه شيء ما بعد فهم المطلوب او خامل. هذا يعتبر خامل او يسحب نفسه او ما بعد قاودته قوت طويل مسافه طويله. زي وضعي ما قاود المهر بدوك مكان يوم راحته. طبعا هو دائما مرتاح للمهر ما بعد العسر. خيل المعسوفه يوم راحتها قاودها قوت بسيط بدوك تمارين ثم اركب لعيه الدور. اليوم الجاي او الطلعه الجايه الباقيين يرتاحون وكوتش البدوك بسيط واركب اللي المره راحت ما بستغل وهكذا. طب المهر اللي ما نعسف كل شهر كوت ومره بالاسبوع او مرتين طلع كوت طويل، هذا يحل محل الركوب. الكوت الطويل ذا اذا كان دقتي مضبوطه في منتصف او ربع الكوت ده خلاص ما عاد يسحب نفسك تسحيب واضح. يمشي جنبك او حتى قدامك لكن موزون. اذا مقاطع الهجيس اول كوت له يلا يمشي وراك يسحب نفسك تسحيب. سواء احتراما للنان او خامل الى اخره. ثم مع الوقت لما تقود الصح تقود قود طويل ويعرف انك مطول بالقود مهما خمل مهما هدى مواكبتي لخموله وهدوءه مسافه طويله تخليه يختار انه يمشي جنبي اريح له. يعني يجي بتخف اذا خف يبدا يمشي جنبي. هذا حصان خامل او بالاحرى مو فاهم المطلوب وفهمه او اذا كان خامل صح صح في نص طلعه او ربعه طبيعي مع الوقت يتغير تدريجيا. اما الحارون هو اللي اصلا قاعد يرفض الحركه. مكان مفتوح او ضيق طلعة طويلة أو قصيرة طولت في قودة أو قصرت قودة حارن حارن. الدليل أنه حارن أنه يستمر في حرنه. ثانيا في كل الأدوات أو الوضعيات يحرن سواء رشمة أو سكيمة أنت معه ولا أنت معي حرن. وأيضا مو بجيد في الأمور الأخرى، ما في حصان يحرن حرنة حقيقية وسهل تلفه لفة ضيقة، سهل ترجع ورا، سهل ترد وقت الخوف أو الجفلة، سهل ترد وقت ارتباطك بالثقة إلى آخره. فبتلاحظ انك لما تطلب منها الامور الاخرى المهمه اللفه الضيقه الدرج دويره رجوع خفي الى اخره حقرك، فزي ما حرن وحقرك في الحركه بيحقرك في امور اخرى. اذا الحارون يستمر بالحرنه في كل الوضعيات ويصحب هذه الحرنه سلبيات اخرى مقاربه لها زي الانطلاق التفلت عدم اللف عدم الرجوع الى اخره. الخامل او اللي مو بفاهم يعطيك كل شيء كما تريد لكن لما تمشيه هو وراك يعتقد ان هذا هو المطلوب او انه خامل والمكان ضيق وانت كلها بعد كم دقيقه بتوقف جود. فما ما مدى يزين يمشي معك بالشكل المطلوب الا وهو واقف قودك ثم بعد كم يوم تكرر العمليه مره اخرى. مجرد تطلع طلعه طويله بيفرق عليك فرق طويل. النقطه الاخيره بالنسبه للتسليك اصلا مو من حقي اني اقوم جنبي وقدامك. حقه قدامي وحقه وراي وحقه جنبي زي الحاره والهدوء في التسليك. لكن لو واكبت تسحيبه لنفسه وعمره ورا بيخلي الموضوع ده يصحصح مع الوقت. فيمشي جنبي وقدامي. هذاك المندفع المنطلق من حقي يمشي قدامه وجنبي. لكن مواكبتي لاندفاعه بتخليه يخفف دقريوس يصير ماشي وراي. فبدون ما تتعمد اللي يسحب نفسك تلقاه يمشي جنبك او قدامك، وبدون ما تتعمد اللي يمشي قدامك تلقاه مع الوقت يمشي وراك او جنبك، ما يمشي قدامك. طرق الركوب الاخرى انا تفرض على الحصان فرض انه ما يمشي قدام بيصر انه يمشي قدام خاصه وقت الجد. او انه تفرض على الحصان فرض
ان ما يمشي وراء بيصر ان يمشي معك وراء، خاصه وقت الجد. في الركوب الخاطئ الشغل عشوائي، سواء يجبر بشكل عشوائي فالحصان يخرب زياده بدل ما يزين، او ما يجبر يخليه يسوي اللي يبغاه بس برضه بشكل عشوائي فالحصان اصلا ما راح يتحسن او ما راح يتطور.